مالكم جالسين هنا؟ مالكم؟ لو ما تطيب نفس مسعود امتنع عن الاكل والشرب واموت من اجل يستريح ويزوج امه بمن يحب. يا سعنده انت بتضروا نفسكم. اسمعي، انا الان منتظر لحقوق الانسان واصحاب الجرائد والمجلات والتلفزيون عجوا الان للحين، لاننا امس عشيه اتصلت معاهم والله لا سمع علي امه لا اله الا الله. والصبوح مضرب عن الطعام، يعني مضرب عن الطعام. روحي يلا الان عجوا. مسعود يا مسعود مسعود قوم شوف الرجال كيف قد فعل في نفسه. واقف جنب الباب مانع نفسه من الاكل والشرب يا ولد. انا ماذا؟ عمك برهان. ماذا ما يشتي؟ اخرج شوف ما يشتي وخذ معك اكل وقهوه. خرجت نفسي، فانت عارفه ايش يشتي مني؟ يا ابني انا جن ميسور الحال ومع فلوس وانت محتاج وتشتي تسافر. ما هو؟ مطلبي مطلب حق. الشيء زوجها على سنة الله ورسوله، لكن مفعل ابنها واقف في طريق سعادتي. فأنا ومن هذا المكان أناشدكم جميعا التضامن معي والوقوف إلى جانبي وإقناع مسعود يزوجني بأمه، وأنا على استعداد كامل لتلبية كافة مطالبه. وشكرا. وانت ايش رايك يا خالة بالموضوع؟ والله يا بنتي يا الله يا سلسل الختام. بس الكلمة الأولى والأخيرة هي لابني مسعود. لا قدم موافق، أنا موافقة وما فيش أي مشكلة. إضراب على الطعام والشراب قد يدوم فيها الأمر والتواصل، وقد ينطبق فيه ما قال الشاعر: ومن الحب ما قتل، والأمر مرهون بكلمتين إما نعم إما لا، يقولها مسعود. تحياتي وتحيات الطاقم تي إن تي. لما ماشي هكا أصلا هذا الشيبة قال العق، قد بلغتها أكثر من مرة، لكن ما رضيش يفكر، عايش أسوي لها أنا؟ وأنت مخر من الحوشة أنا؟ وصاحب الله بالزبل على ضربوا براسك، أكثر من هذا، أنا جاي مش فاضي، خليك أعملها لي هذا الشيبة، إيش أسوي أنا الحين؟ هين اهدأ يا ولدي اهدأ قوه. وين قلت الوصية؟ أنا والله لا أخرج أكسر راسه، أنا عارف وما عايش بحاله. إنها تفعل عقلك بعقله. وانت داري بعقل برهان لا دخل شي بعقله، ما بلا ينفذه الا ولا ينفذه. انا ايش دخل ابي بعقله ينفذ ولا ما ينفذ؟ ايش دخلني انا؟ يا ابن احنا بحاجتك اكثر ما هو بحاجتنا. كيف يعني؟ ايش نحتاج من ابو هذا الشيء؟ انت ما تجيش اسافر؟ لا. والسفر يا ولدي يشتي ويشتي ويشتي، يشتي تذاكر ويشتي مصاريف. وانا من اجلك يا ولدي مستعد اضحي بكل حاجه لو قدرت اتوافق. ولو قد طلعت لي للحلق يا ولدي، لكن سهل تمت الامور على خير بموافقتك يا ولدي. وانت يا عم برهان والله انك سمعت لي امه لا اله الا الله. ما فعل يا ولدي هو من عنادك. اسمع يا ولدي، كير فلوس والفديعه يجي بعدنا ذا الحين هو تشوف نعقد وانتم وما عاد بش داعي للعنس. ما نقول على بركه الله. هيا الله ومبروك علينا كلنا، الله يبارك. يا ما جاهزة؟ اي جاهزة يا ولدي. ماذا احنا عثلتين في البيت هذا كله وحدي؟ انا والله يا ولدي ما فعلت هذا كله الا من اجلك. وبعدين انا شاكل زورك واشوفك واتفاقدك يا ولدي، ولا ما رايك جيت تسكن عندنا؟ لا اذا انا عاد اجلس في بيت هذا لما اسافر. هيا يا ام مسعود تاخرنا. هيا اصبر لك خبر، انا مستعجل. المن دعوات شمه الله يوفقك ويستر عليك وانا شفعي لك دائما يا ولدي.